السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا بارك الله فيك. وفيك بارك الله. مولانا هفتح محل أو كافيه مشروبات ومأكولات سريعة فقط، ما فيش أي حاجة فيها حرام. طيب. والكافيه ده داخل نادي عام فيه اختلاط، وجنب الكافيه ده أنا هفتحه ده في مطاعم فاتحين وعاملين أعداد كراسي خارج المطعم، وأنا المفروض إن أنا أخدم عليهم يعني المشروبات. الله يسلمك. هل انا كده مساهم في الاختلاط؟ هو مكان اصلا عام، نادي عام في اختلاط اصلا، يعني هل انا مساهم في الاختلاط؟ انت فاتح والمال اللي انا هكسبه في حرمانيه؟ انت فاتح كافيه لسه هفتحه ان شاء الله يعني. لسه هتفتحه ان شاء الله. الكافيه سيكون في اختلاط بنين ببنات؟ هو انا مش هعمل قاعده، هو في نادي اجتماعي، نادي فيه اختلاط اصلا يعني. لا ما عليك من نادي، انت نوع الكافيه اللي عندك كيف سيشربون المشروبات عندك؟ جنب الكافيه اللي انا هفتحه في مطاعم وعاملين اعداد خارج المطاعم بتاعتهم، وانا اخدم عليهم. تخدم في قاعده موجوده اصلا يعني، تخدم على الفساق يعني. ماشي. اه اقول لك، اتفضل. هل يمكنك كسؤال يعني، نعم، ان تفصل البنين على البنات ولا هذا شق عليك؟ لا صعب جدا. مش ممكنك. اه خلاص لا بأس بالكافيه يعني عادي. انا قلت لك انت تقول فقط انت تعطي الناس شاي او قهوة يأخذون ويشربون في اي مكان، منهم الصالحون منهم دون ذلك، ما عليك اسم. لكن لو انت لو انت تملك الكافيه وتستطيع فصل البنين على البنات لازمك. تمام.